اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب واتم صحه. بصوا بقى يا جماعه، انا النهارده كده عملت لكم روتين جميل جدا جدا جدا. بصوا ده طبعا امبارح وانا منظفاه مقشره ومطلع النوى بتاعه. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، دي بقى اسمها عجوه. طبعا عجوه بيلزمها الايه؟ لازم يبقى جنبها السمسم اهي. دي انا والله بخزنها في الفريزر بردك، بحطها في اكياس واحطها في الفريزر، اجي اطلعها احط عليها معلقه سمنه بلدي وحبه سمسم، معلقه سمسم وشويه كده على البوتاجاز، 10 دقايق بالظبط على البوتاجاز، تبقى عجوه ما شاء الله عليها، تبقى جميله جدا جدا جدا. بصوا حبايبي عامله ازاي، ما شاء الله عليها. بصوا بس لازم طبعا جنبيها السمسم، لازم يبقى جنبيها السمسم اهو. بصوا البلح ما شاء الله عليه، طبعا لازم البلح يتنضف. بصوا البلح متنضف من جوه ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا يا حبايبي انا بشكركم جدا جدا جدا، وربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. وفكره كويسه والله بردك، نيجي نطلعها من الفريزر نحطها على معلقه سمنه بلدي ومعلقه سمسم من ده، ونحطها على البوتاجاز 5 دقايق بالظبط، وتبقى عجوه ما شاء الله عليها، تبقى جميله جدا وحاجه نظيفه انت عاملاها في بيتك وضمناها. وتسلموا لي يا حبايبي، وربنا يبارك لي فيكم، وربنا يديمكم نعمه يا رب في حياتي. ما تنسوش، مش تنسوني بقى في اللايك والشير والاشتراكات بتاعت حضراتكم، التعليقات الحلوه بتاعتكم. وتسلموا لي يا حبايبي، وشكرا. سلام عليكم حبايبي.